برنامج الوصاية بتاعنا برنامج اقتصادي واجتماعي، بيدور حوالين دايما اهم حاجة ان نبقى عارفين ايه الهدف. يعني الهدف مش بس المؤشرات الاقتصادية، نتكلم على عجز موازنة او سعر الصرف او قد ايه موجه للدعم، هو ايه الهدف. عمرنا ما ننسى ايه الهدف اللي احنا بنحاول نوصله، هو تحسين وزيادة دخل الأسرة المصرية، تحسين مستوى الخدمات، توفير الوظائف بالذات للفئات اللي هي بتعاني بنسبة بطالة أعلى. هو ده النمو الاقتصادي الشامل المستدام، هو ده الهدف الرئيسي اللي هو لازم ما يروحش خالص من قدامنا. بناء عليه بقى بتتحركي على يعني قطاعات كتيرة مختلفة. نبص على مثلا البنية الأساسية، المواطن المصري بالذات في المحافظات الأكثر احتياجا بيتكلم على صرف صحي، بيتكلم على مياه نظيفة، بيتكلم على إسكان يقدر ان هو يعني سعره معقول، يقدر ان هو يجيب مسكن او سواء من خلال ايجار او من تمليك، الكهرباء، توصيلات الغاز. فدي من اهم المشاريع اللي هي التنموية وزارة التعاون الدولي مركزة عليها الفترة دي، اللي هي توصيل الخدمات والمرافق للمواطن المصري. التنموية ليه؟ لانها كل المشاريع دي مش بس بعد اقتصادي وعائد مادي، في عائد اجتماعي مهم جدا. نتكلم على صرف صحي ومياه نظيفه، دي بتخص صحه المواطن المصري. لما انا بتكلم على صحه المواطن المصري مش بس الصحه، لكن ليها بعد اقتصادي، لان هي بتتاثر على انتاجيته، قدرته على ان هو يعيش حياه ويساهم في اقتصاد بلده، ويساهم في التنميه عموما، يقدر يساند اسرته. فدي من اهم المشاريع اللي احنا بنركز عليها. البرنامج الثاني ما نبص على النمو الاقتصادي ليه؟ احنا بنتكلم ليه عايزين نمو اقتصادي؟ ليه عايزين نشجع الصادرات؟ ليه عايزين نزود انتاجيتنا؟ عشان احنا القطاع الصناعي بالاخص والقطاعات اللي هي مصدره دي هتوفر فرص عمل. انت لما تكوني بتنتجي لسوق مش بس للسوق المصريه، ولكن بتنتجي للقاره الافريقيه او بتصدري لاوروبا او لاسيا، فانت كده بتقدري ان انت تنتجي لسوق اكبر، فتقدري توفري وظائف اكبر، تجيبي دخل موارد عمله اجنبيه لبلدك، وفي نفس الوقت يعني بتوفري وظائف للشباب وطبعا للمراه، عشان المراه برضو بشكل خاص بشكل خاص الشباب والمراه بطبيعه الحال. لان حتى نبص على نسبه البطاله على فكره، ومش تحيز، بس نيجي نبص على نسبة البطالة هتلاقي النسبة العامة 12%، بس تلاقيها للشباب 24% وللمرأة برضو 25%. فطبيعة الحال ان انت لازم تركزي على الفئات اللي هي محتاجة مساندة اكبر ودفع اكبر في الفترة القادمة. فهو البرنامج الاقتصادي هو ده الهدف. ثالث حاجة واللي هي مهمة جدا، اللي هو دخل المواطن المصري، ازاي ان احنا نحسن دخله. فبطبيعة بالطبيعه لما اول ما حد بيبقى عنده وظيفه، او نشجع الشباب ان هو يبتدي المشروع بتاعه. فمن ضمن الحاجات اللي بنركز عليها ازاي نساعد المشاريع الصغيره والمتوسطه اللي هي اكتر قطاع موفر لفرص العمل، وازاي نشجع الشاب بدل ما هو يبقى مستني وظيفه، بالعكس يكون هو مستثمر يبتدي مشروع ويقدر كمان يعني يوفر وظائف لشباب في منطقته او في المحافظه اللي هو بيعمل فيها مشروع.